مرحبا أحبيبي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير وجبة البيض المسلوق التركية. طريقة كتير كتير رائعة وبتشهي وكتير مثل ما شايفين روعة وطيبة. أول مرة أنا بعملها بس كتير كتير صراحة عجبتني وطلعت روعة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي منحط زيت زيتون، حطينا حوالي 3 معالق طعام زيت زيتون. حط بصل، عنا بصلة حجم وسط قطعتها بهيدا الحجم. منحط ثوم، عندي هون حبة كبيرة ثوم نعمتها كمان بهيدا الشكل. بقليهم مع بعض على الغاز. بحط فوق رشة ملح خفيفة. بس قليتهم شي بسيط بهيدا الشكل. هلا بحط فوقنا الحار. الحار اختياري، اذا بدكم تحطوا انتو ام لا. حطيت شي بسيط عشان هيدا الحار كتير كتير قوي. كمان بس قليتهم بهيدا الشكل. هلا بحط فوقهم البندورة، عنا هون 3 حبات صغار بندورة. رح حط نص كوب صغير مي. كمان بحط ملعقتين صغار صلصة وبندورة، ملح، ربع ملعقة صغيرة بابريكا، نص ملعقة صغيرة كمون، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. خلطهم مع بعض. كمان رح حط نص كوب مي، نص كوب صغير، يعني حطينا كوب مي صغير. هلا بتركن يغلوا مع بعض. كمان بحط البيض المسلوق، قطعته بهيدا الشكل عن نص. وجبة كتير كتير رائعة وبتنفع للفطور برمضان. أوبس. رح رش كمان جبنة مازوريلا، بتعطي نكهة كتير طيبة. عفوا، جبنة تشادر. يلي متوفر عنده مازوريلا بحط، ما في أي مشكلة. برش رشة بقدونس خفيفة. شفتوا الجبنة بس دابت، شو طلعت الشكل كتير رائع. واو، البقدونس عطى جمال كتير كتير حلو. هيدي الوجبة صارت جاهزة للتقديم. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.